ابتداء شكرا لكل الأخوة وسائل الإعلام التي حضرت لتغطية هذا المؤتمر الخاص بزيارتنا إلى محافظة النجف الأشرف. هذه الزيارة التي تأتي ضمن سياق الزيارات المستمرة لكل المحافظات من خلال فريق وزاري معني بملفات كل محافظة. اليوم بدأنا زيارتنا بالتأكيد بزيارة مرقد أمير المؤمنين علي عليه السلام، وشاركنا العتبة العلوية في وضع حجر الأساس لواحد من مشاريعها المهمة والتي تدخل ضمن رؤية الحكومة في تنظيم النقل وتقديم الخدمة للزوار. طبعا رؤيتنا لمحافظة النجف الأشرف تعتمد على مركزية ورمزية هذه المدينة، هذه المدينة العظيمة بتاريخها بتراثها بإساماتها في الحضارة، فضلا عن المرقد الشريف. لذلك أمام هذا الاستحقاق علينا كحكومة اتحادية بذل كل المساعي والجهود لتنفيذ المشاريع الخدمية ودعم عمل الحكومة المحلية التي باشرت مؤخرا بعد إكمال الانتخابات. برنامج الحكومة هو يركز بالدرجة الأساس على الخدمات، وأنتم تواكبون هذا العمل وتتابعون حركة الحكومة بوزاراتها وحكوماتها المحلية. البرنامج الخدمي وإكمال المشاريع الخدمية المتلكئة والمستمرة منذ سنوات هي أحد الملفات الموروثة سواء كان للمحافظة أو للحكومة، ولا بد من إنهائها، لأنه بقاء هذه المشاريع يعني الاستنزاف، الاندثار، الكثير من القضايا المالية التي تزيد حتى في كلفة المشروع قياسا إلى قيمته الحقيقية. لذلك كان جزء مهم من الزيارة والنقاشات التي جرت في الاجتماع الموسع هو مراجعة للمشاريع المتلكية، مشروع الماء، محطة معالجة مياه الصرف الصحي، وتم حسم كل الإشكالات وانطينا الموافقات في اللي تتعلق بأمر غيار، وحددنا مواعيد لإكمال هذه المشاريع وخصوصا مستشفى الحكيم الذي وجدنا قفزة كبيرة في العمل من قبل الشركة المنفذة قياسا للمخطط. كان هناك إجراءات مالية وجهت بإجراء مناقلة وسوف نعطيه التمويل الكامل، وحددنا بداية 2025 إن شاء الله نفتتح هذا المستشفى. حديث اليوم بدأنا نتحدث عن المرحلة الثانية من المشاريع، عندما نقول حسمنا موضوع المستشفى بدأنا نتكلم عن الملحق لهذا المستشفى. عندما نتكلم عن محطة المعالجة المرحلة الأولى وهي أربعة محطات معالجة ضمن مشروع متكامل، بدأ الحديث مع الأخ وزير الإسكان في التهيئة لإكمال أو المباشرة بالمرحلة الأولى والإعداد لها. هذا جانب مهم من الزيارة، فضلا عن مراجعة المشاريع في كل القطاعات التربوية، أيضا قطاع الاستثمار من القطاعات المهمة. اليوم وضعنا حجر الأساس لأول مشروع لإنتاج الزجاج في العراق، طاقة الإنتاجية تغطي 25% من احتياجات السوق المحلية. ميزة هذا المشروع أنه لأول مرة تعطي الحكومة ضمانة سيادية للقطاع الخاص بنسبة 85% تمكن من خلاله، وبالتعاون بين مصرف التجاري العراقي مع بنك الصادرات الألماني لتعاقد تنفيذ هذا المشروع بخطوط إنتاجية ومكائن من ألمانيا. هذه المدينة الصناعية التي تم زيارتها حقيقة هي مدينة مؤهلة أن تستقطب مشاريع صناعية كونها تخضع لخطة تطوير من قبل المستثمر الذي يوفر كل الإمكانيات المتاحة والمهمة للمستثمر. مؤخرا اتخذنا قرار في اللجنة العليا للإعمار والاستثمار على إنشاء محطة كهرباء 2000 ميجاوات في المدينة الصناعية حتى تغطي كل المصانع التي سوف تنشأ في هذه المنطقة. استعرضنا مع السيد المحافظ المشاريع والتخصيصات. مثل ما تعرفون أنه هناك تخصيصات
لأبواب سابقة مثل الأمن الغذائي اللي هي بحدود 592 مليار، ما تم تمويله 271 مليار، والمتبقي 321 مليار موجود في الأمانات ومتاح للمحافظة لإكمال تنفيذ المشاريع التي أقرت ضمن هذا الباب. كذلك تخصيصات المحافظة في موازنة 23 وجدولها والقروض والتي بلغت 353 مليار، ما تم تمويله 100 مليار ومتبقي 252 مليار. أيضا حسب قانون الموازنة هذه الأموال توضع في الأمانات، وملزمة الحكومة الاتحادية بوضعها بالأمانات وتمويلها للمحافظة. هذا بالنسبة للتخصيصات السابقة. احنا عندنا المشاريع البنى التحتية وهي أولوية بالنسبة لي وأيضا بالنسبة للمحافظة، لأنه لا يمكن القبول عن واقع في عام 2024 ونحن نتحدث عن أحياء ومدن ونواحي وأقضية تفتقر إلى شبكات مياه الصرف الصحي. لا توجد خدمات بدون هذه البنى التحتية، وبالتأكيد أي مشاريع خدمية بدون هذه المشاريع هي هدر للمال العام. واقع المحافظة يحتاج الكثير، وهذا يتطلب بالتأكيد دعم منا كحكومة اتحادية وفق ما متاح من تخصيصات مالية. لذلك وضعنا ضمن خطتنا نمول 10 مشاريع بقيمة 555 مليار دينار. أولاً مشروع شبكات وخطوط ناقلة لمجاري حي النداء، هذا الحي الذي شهد سنوات من المعاناة وهو من الأحياء الكبيرة، وبناء على طلب السيد المحافظ والسادة والسيدات النواب، وأيضاً هو مشروع مدرج ضمن قراءة ورؤية وزارة الإسكان والإعمار، أعطينا أولوية في هذا التخصيص وإن شاء الله نباشر في تنفيذه في أقرب وقت بعد إكمال الإجراءات. قيمته 150 مليار دينار، دراسة وتصاميم لتطوير الطريق الحولي بحر النجف وربطه بالطرق المؤدية إلى كربلاء 10 مليار دينار، الدراسات والتصاميم لتخطيط انسيابية النقل في محافظة النجف 20 مليار، مجاري مركز قضاء البنادرة 71 مليار، مجاري ناحية القادسية 14 مليار، مجاري ناحية الحيرة 38 مليار، ومجاري الحرية 27 مليار، وربط طريق المرور السريع على الكفل القاسم الممر الثاني 30 كيلومتر، هذا 51 مليار دينار، مجاري العباسية 32 مليار، ومحطة المعالجة لمجاري النجف المرحلة الثانية 140 مليار. هذا اللي تحدثت عنها قبل قليل، بدأنا نعد العدة لإكمال هذا المشروع. وبالتالي هذه التخصيصات سوف تكون تخصيصات إضافية من الحكومة الاتحادية ضمن عنوان المشاريع البنى التحتية التي تسهم في تحقيق هذه الخدمة. بخصوصية المنطقة القديمة التي يؤمها الزائرين من كل أنحاء العالم ويقيمون واقع المحافظة وحتى الدولة على مستوى الخدمات في هذه المنطقة، ومن واجبنا ومن حرصنا على أن تظهر هذه المنطقة المهمة بأبهى صورة وتوفر الخدمة لكل الزوار، خصصنا مشروع تنظيفات منحة تنظيف قيمة 7 مليار لمدة 3 سنوات لشركات متخصصة تعمل على تنفيذ مشروع تنظيف هذه المدينة بشكل مستمر، وأتمنى الإدراج، وإن شاء الله خلال هذه الأيام سوف ندعو الشركات المتخصصة حتى تباشر في هذا المكان المهم. كذلك مشروع سابق أعلن عنه وتوقف طيلة الفترة الماضية اللي هو مشروع التطوير الحضري للمدينة القديمة، وأوعزنا بالتعاقد مع شركة عالمية متخصصة بالتطوير الحضري والتراث تتولى وضع التصاميم بما يتلائم مع واقع المدينة وخصوصيتها، وهذا المشروع خصصنا له 20 مليار دينار أدرج وضمن جداول الخطة. تم الاتفاق أيضا
على موضوع مطار النجف، ومن خلال رؤية مهنية نضع فيها المصلحة العامة، وبعد نقاش بين الأخوة المختصين مع الحكومة المحلية السيد المحافظ والسيد رئيس المجلس، تم الاتفاق على قيام المحافظة على التعاقد مع استشاري عالمي متخصص يتولى إعداد دراسة جدوى اقتصادية ورؤية تطويرية للمطار وإعلان للاستثمار وتطويره وتسويقه. هذا عملية تحتاج لها سنتين، خلال السنتين راح تتعاقد المحافظة مع شركة إدارة المطارات والملاحة الجوية في وزارة النقل، تتولى إدارة المطار النجف مقابل أجور تدفع لها من الإيرادات، بذلك حافظنا على حق الحكومة الاتحادية في الإدارة وحق المحافظة في الإيراد والعائدية. بالتأكيد احنا طموحنا هو التأهيل والتطوير، مثل ما تعاقدنا مع IFC في احدى مؤسسات البنك الدولي اللي تقدم لنا رؤية لتطوير وتأهيل مطار بغداد، راح نستلم التصاميم قريبا ويتم إعلانك بعد الإعداد المحفظة الاستثمارية. ارتئينا نفس الفكرة نطبقها مع النجف، تكون هناك استشاري يقدم هذه الرؤية سواء كان هذه المؤسسة أو غيرها، سوف يتم التنسيق مع المحافظ. هذه الزيارة مثل ما ذكرت سوف نتواصل مع الإدارة المحلية مع الحكومة المحلية، من خلال فريق سوف يحضر المحافظة في الأسبوع القادم، وهناك إشكالات طرحت في أثناء الاجتماع تحتاج حسب من الوزارات، سوف يتواجد هذا الفريق من وكلاء ومدراء عامين بمعية السيد المحافظ لمواجهة هذه الإشكالات ووضع الحلول لها، إن كانت ضمن الصلاحيات فيتخذ القرار أو تعرض على المجلس الوزارة الاقتصاد أو مجلس الوزراء ويتخذ القرار المناسب. وأكد أن النجف الأشرف هي محط اهتمام ومتابعة ورعاية، وهذا واجبنا بدون منا أو فضل لهذه المدينة العريقة، ونعول على أبناء المحافظة وعلى النخب وعلى الإعلام المهني أن يدعم إخوانا المتصدين في الحكومة المحلية في الحكومة الاتحادية، مشاريع الوزارات أغلبها اللي ذكرناها مشاريع خدمية متعبة للمواطن، لكن بالتأكيد بعد إكمالها سوف توفر الخدمة اللائقة لأبناء هذه المحافظة العزيزة. شكرا جزيلا لكم.